بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى الذين آمنوا، يناديهم بالصفة التي تميزهم والتي تربطهم بربهم ونبيهم، والتي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية. وبهذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعاية والنظر، وأن يقولوا بدلا منها مرادفا في اللغة العربية أنظرنا، ويأمرهم بالسمع بمعنى الطاعة، ويحذرهم من مصير الكافرين وهو العذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة راعنا أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ وهم يوجهونه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة، فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة، فيحتالون على سبه صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الطريق الملتوي الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء. ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة، وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته، كي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه. واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم، كما يشي بسوء الأدب وخسة الوسيلة وانحطاط السلوك. والنهي الوارد بهذه المناسبة يوحي برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة، ودفاعه سبحانه عن أوليائه بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم الماكرين. ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء، وعما تنغل به قلوبهم من الحقد والحسد بسبب ما اختصهم الله به من الفضل، ليحذروا أعداءهم
ويستمسكوا بما يحسدهم هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان، ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر، وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة، فهما على قدم سواء من هذه الناحية، وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن، ولا يود لهم الخير. وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين، هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن ويحبوهم بهذه النعمة، ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض، وهي الأمانة الكبرى في الوجود. ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حتى لقد بلغ بهم الغيظ أن يعلنوا عداءهم لجبريل عليه السلام، إذ كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يختص برحمته من يشاء. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فإذا اختص بها محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، فقد علم سبحانه أنه وأنهم أهل لهذا الاختصاص، والله ذو الفضل العظيم. وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة، وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه. وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل. وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا، ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد، وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها ويقودها اليهود لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين، وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على المسلمين. وكانت الحملة كما أسلفنا تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف، وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة، الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين. ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها، أم كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة وأحوالها المتطورة، أم كانت خاصة ببعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة، سواء كانت هذه أم هذه أم هذه، أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة. فإذا القرآن يبين هنا بيانا حاسما من شأن النسخ والتعديل، وفي القضاء على تلك الشبهات التي أثارتها اليهود على عادتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب، فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة هو لصالح البشرية ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها. والله خالق الناس ومرسل الرسل ومنزل الآيات، هو الذي يقدر هذا. فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان، سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكام
أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل، فإنه يأتي بخير منها أو مثلها، ولا يعجزه شيء، وهو مالك كل شيء وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض. ومن ثم تجيء هذه التعقيبات: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم، وليس لهم من دونه ولي ولا نصير. ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتفق مع الثقة واليقين. يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناتهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف، على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة. وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق، وهي الضلال واستبدال الكفر بالإيمان، وهي النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل، كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون. لماذا؟ لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم، ولكنها لأنها تعلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين، وما زالت تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم كلها، وما تزال، وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه، والذي أنقذهم الله منه بالإيمان وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يهود. وهنا في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة وتتكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم، هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد والشر بالشر، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره وقت ما يريد. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم، واعبدوا ربكم، وادخروا عنده حسناتكم، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة،
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهكذا يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر ومكامن الدسيسة ويعبئ مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم، ثم يأخذهم بهذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب الله، ينتظرون أمره ويعلقون تصرفهم بإذنه، وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.